بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من عقوبات المعاصي أنها تؤثر في القلب وتضعف فيه إرادة الخير، تقوي فيه إرادة الشر، وهذا شيء معروف. فإن العصاة أثقل شيء عليهم الطاعات، وأخف شيء عليهم المعاصي، يعلفونها ولا يستريحون إلا بها وبمجالسها، وينفرون من مجالس الخير، وتثقل عليهم الطاعات. هذا شيء واضح فيهم، فهذه عقوبة لهم، أن الله سبحانه وتعالى حرمهم من لذة الطاعة وجعل فيهم شهوة المعصية. هذا بسبب الذنوب بلا شك. وكذلك يحرم من الصدق في التوبة، قد يستغفر الله بلسانه ويكثر من الاستغفار والتوبة، ولكن لا تكون توبته صحيحة، إنما هي توبة باللسان، ولا تؤثر الرجوع عن المعاصي، وهذه لا تنفع، هذه توبة الكذابين. نعم. فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. كذلك من عقوبات المعاصي أنها تسلب الحياء من الإنسان، فلا يستحي من فعل المعاصي، ولا يعتبرها شيئا يشان عليه، خلاف المؤمن، فالمؤمن يستحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو الذي يمنع الإنسان من الأشياء القبيحة، فإذا لم يكن فيه حياء فإنه لا يأنف منها ولا يراها شيئا. نعم. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخرون بالمعاصي، يعتبرونها رجولة وتقدما فهما للحياة، إلى غير ذلك من الأمور، ما يعتبرون أنها معاصي، لأنهم ما في قلوبهم أنفة وكراهية للمعاصي، أخذت منها هذه الأشياء بسبب الذنوب. نعم. حتى يفتخر أحدهم بالمعصية، نعم، ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. نعم. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة. هذا النوع من الناس إذا بلغوا هذا الحد فإنهم لا يعافون من المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذين لا يستحيون من المعاصي لا يعافون منها، لا في الذي يستحي فإنه يعافى من المعاصي. نعم. و
ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه. أحسن الله إليك. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: المجاهرة أن الإنسان كما سبق تحدث بالمعاصي التي فعلها مفتخرا بها، هذا من المجاهرة بالمعصية، التحدث بها من المجاهرة. نعم. وإن لم يفعلها علانية لكن حديثه بها ذكره لها هذه مجاهرة. نعم. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. نعم، كما يقال لكل قوم وارث. أهل المعاصي وارثون لمن قبلهم من الأمم، الذين يبخسون المكاييل ويغشون الناس في المعاملات، هؤلاء وارثون لقوم شعيب لأصحاب مدين، والذين يقعون في جريمة اللواط وارثون لقوم لوط، والذين يقعون يتكبرون على الناس ويتجبرون وارثون لفرعون ولقوم عاد. نعم. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخل مداخل أعدائي، ولا يلبس ملابس أعدائي، ولا يركب مراكب أعدائي، ولا يطعم مطاعم أعدائي، فيكون أعدائي كما هم أعدائي. نعم، هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار والأشقياء في ملابسهم وفي مجالسهم وفي عاداتهم، فعلى المسلم أنه لا يتشبه بالكفار والفسقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن علامات محبة المعصية تشبه بأهلها. نعم. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني الجهاد. بعثت بالسيف يعني الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، بين يدي الساعة أي قبل الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وليس من بعده رسول حتى تقوم الساعة. نعم. وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. نعم. قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نعم، هذا هو الغرض من الجهاد. الغرض من الجهاد عبادة الله عز وجل، لأن الله خلق الناس لعبادته، فإذا تركوها وجب جهادهم حتى يرجعوا إليه. نعم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هو الغنائم. الغنائم حلال لهذه الأمة، وهي أحل شيء، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لأنها أموال أعداء الله رجعت إلى أولياء الله. والله إنما خلق هذه الأموال لأهل الإيمان. نعم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، هذا شيء واضح أن المعصية فيها ذل، كل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ذليل، وإن كان يرى أنه عزيز ويتظاهر بالعزة إلا أنه ذليل في قلبه. الأمور ليست بالمظاهر، الأمور بالقلوب. فالعاصي ذليل في قلبه وإن ترفع وأظهر للناس أنه قوي، والمؤمن قوي في قلبه وإن ظهر للناس أنه فقير وأنه ما عنده مال وأنه مستضعف، إلا أنه قوي عند الله وقوي في قلبه.
عنده قوة الإيمان. نعم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا تمام الحديث، من تشبه بقوم فهو منهم. بعثت بالساعة، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه جمل عظيمة. نعم. فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. نعم، هو العاصي عنده أنه يفتخر بهذه المعصية، وأنه بلغ من الرقي والحضارة التقدم الشيء الكثير، ولكنه هين على الله، هو عزيز في نفسه لكنه هين على الله عز وجل. ومن هوانه أن الله تركه في المعصية، هذا من هوانه على الله. ولو كان كريما على الله لكره إليه المعصية، كما قال تعالى حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والمعاصي والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا لأهل الإيمان، أن الله يحبب إليهم طاعات ويكره إليهم ضدها. أهل الشقاء بالعكس، يحبب الله إليهم المعاصي ويكره عليهم الطاعات. نعم. سمع. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. نعم. كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم فإتيانهم للمعاصي لأن الله أهانهم، ولو أكرمهم لمنعهم من المعاصي وشغلهم بالطاعات، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما هذا الدين فلا يعطيه الله إلا لمن يحب. نعم. أين فيها؟ لا بأس. أين؟ الله له عين سبحانه وتعالى. أين؟ أين يعني هوانه على الله جل وعلا. نعم. ولتصنع على عيني. نعم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم. نعم. أحسن الله إليك. كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. نعم، الناس يعظمون، قد يعظمون صاحب المعصية لغرض من الأغراض، إما لطمع فيما عنده أو خوفا منه بجبروته، هم يعظمونه في الظاهر لكنهم في قلوبهم يلعنونه ويشتمونه. فليس تعظيم الناس للشخص دليل على أنه عظيم عند الله عز وجل، إلا إذا كان على طاعة. كان على طاعة، نعم، الله إذا أحب العبد في السماء ألقى له القبول في الأرض. تعظيم الناس للشخص إن كان هذا الشخص على طاعة فهذا تعظيم في مكانه، لأن الله أحبه فهم يحبونه، وأما إذا كان على معصية فتعظيمهم إنما هو في الظاهر، وأما في الباطن فهم يحتقرونه. نعم. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغى في قلبه، وذلك علامة الهلاك. هذا كما سبق في أول الكلام، أنه يتهاون بالمعاصي تصير عليه سهلة جداً ولا يستعيبها ولا. نعم. فإن الذنب كلما صغى في عين العبد عظم عند الله. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يكون الإنسان يستصغر الذنب والمعصية وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تغضبه. نعم. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه،
وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. نعم، المؤمن يخاف من المعاصي، وإذا فعل معصية ثقلت عليه تاب إلى الله ويرى كأنه جبل يخاف أن ينقض عليه. وأما الفاجر فعلى العكس، يستخف في المعاصي ولا يراها شيئا، كأنها ذباب وقع على أنفه فطار، ما يلقي لها باب. نعم. فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه. نعم. فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم، أن ذنوبه تسبب الضرر على الآخرين، على الدواب، وعلى فما وقع في يقع في الأرض من الجدب وانحباس الأمطار وموت الطيور وموت الحيوانات، إنما هو بسبب ذنوب بني آدم، بسبب ذنوب بني آدم. نعم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. نعم، الحبارة طائر معروف تموت في وكرها من الجوع بسبب ظلم الظالم. نعم، هي ما سوت شيء، لكن ظلم الظالم سبب هذا. نعم. وقال مجاهد، ولهذا يذكرون في تفسير قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن اللاعنين هي الدواب والطيور، تقول إنما حرمنا الرزق بسبب ذنوب بني آدم. نعم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. نعم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. نعم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. نعم. فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. إن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. من يريد العزة عليه في العمل الصالح والقول الطيب، لا هي تطلب العزة بغير طاعة الله عز وجل. نعم. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني، اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. نعم، فالطاعة عز والمعصية ذل، وإن كان صاحبها يراها إنها عز، بالعكس. نعم. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البغاذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني لو كانت مظاهرهم قوية ويركبون المراكب الفخمة ويلبسون الملابس الراقية ويسكنون القصور، لكن الكلام على القلوب، قلوبهم ذليلة، أذلهم الله سبحانه وتعالى، هانوا حتى عند أنفسهم، حتى عند أنفسهم هم في هوان وفي ذل. وإن كان عندهم مظاهر فلا تنفعهم. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم، الملوك الظلمة، يعني هو كل الملوك، سليمان عليه السلام من الملوك، يوسف عليه السلام من الملوك، ما يمهب كل ملك يكون، ولكن هذا المراد به الملوك الفجرة، هم اللي يفسدون الدين. أما الملوك الصالحون فإنهم يصلحون الدين. وأحبار السوء، أحبار يعني العلماء، العلماء علماء السوء هم الذين يفسدون الدين، يفسدون الدين بأنهم يفتون الناس بالهوى والشهوات، فيفسدون الدين بهذا، أحبار السوء، خلاف علماء الحق وعلماء، هؤلاء يصلحون الدين.
نعم. فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. نعم، المعاصي تؤثر على العقل أيضا، والعقل هو الذي ميز الله به الإنسان على غيره، فالمعاصي تفسد العقل فيصبح العقل يرى الحق باطلا والباطل حقا، تنعكس عليه الأمور، وإذا فسد العقل ماذا بقي؟ يكون عنده عقل لكنه مثل عقل البهائم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فعندهم عقول بهيمية ليس عندهم عقول نيرة وبصيرة. نعم. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر. نعم، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، ليس المراد بالجهالة هنا عدم العلم، فإن الذي لا يعلم هذا معذور، لكن المراد بالجهالة أنه ما يميز بين الطيب والخبيث، يجهل. نعم. فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية. نعم. وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ نعم، ينسى كل الأمور، العاصي ينسى كل هذه الأمور ويجهلها، لا يتذكر الموت ولا يتدبر القرآن ولا يؤثر فيه الملك الذي معه يأمره بالطاعة ولا تنفعه النذر، فما تغني النذر لا تغني. نعم. فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. هذا أشد العقوبات، طبع على القلب، هذا هو أشد العقوبات، طبع الله على قلوبهم صارت ما تقبل الخير أبدا ولا يصل إليها النور. النور ما يصل إليها، نور الإيمان ونور القرآن ونور العلم ما يصل إليها، لأنها مطبوع عليها بالخاتم، ختم الله على قلوبهم مغلقة. نعم. كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. نعم، لأنه يسبب الران، والران هو الغلاف الذي يكون على القلب. نعم. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير غانم. نعم. ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. أول شيء أن القلب يتأثر ويمرض، يمرض ثم يزيد به المرض حتى يموت، وإذا مات صار ما في فائدة، إذا مات قلبه صار ما في فائدة، وإن كان جسمه حي وقوي لكن قلبه ميت. نعم. فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. نعم. فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. نعم، هناك معاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها فيدخل تحت لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واللعن لعنه رسول الله يعني دعا عليه باللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله، وكل من وقع في هذه المعاصي التي عليها اللعن أصابته هذه اللعنة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من فعل كذا،
من فعل كذا، فكل من فعله صابته اللعنة. نعم. فلعن الواشمة والمستوشمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن على جرائم معروفة، لعن الواشمة والمستوشمة، وهي التي تعمل الوشم أو تطلب من يعمله بها. وهو أنها الوشم معناه أنها تأتي بالمبضع تشق الجلد، فإذا ظهر الدم تضع فيه شيء من الكحل أو من المواد السوداء، ثم يصبح خطا في جلدها يبقى، هذا الوشم، هذا ملعونة من فعله، لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. والواصلة والموصولة، وهي ترى أنه زينة، هي ترى أنه زينة، وهو في الواقع قبح ولعنة. نعم. والواصلة والموصولة، اللي تصل شعرها بشعر غيره، اللي تصل شعرها بشعر غيره، لما في ذلك من التصنع والغش بما لم يعطيها الله سبحانه وتعالى. نعم. والنامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ شعر حواجبها أو تطلب من يأخذه، هذه ملعونة. كثير من النساء اليوم ما تتزين إلا بالنمص، مثل ما أن كثير من الرجال يتزين بحلق اللحية، لأن الرسول نهى عن ذلك، فهم الشيطان يأوزهم عليه. نعم. والواشرة والمستوشرة، هذا في الأسنان، توشر أسنانها بالمبرد. نعم. ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. نعم، لعن آكل الربا والذي يعينه على ذلك، آكله وموكله هو الذي يدفع الربا، والشاهد والكاتب لأنهم أعانوا عليه ووثقوه. نعم. ولعن المحلل والمحلل له، وهو الذي يحلل المطلقة ثلاثا لزوجها، مثلا طلقها ثلاث تحرم عليه، إذا تكاملت الثلاث حرمت عليه، إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يطلقها تحل الأول. فإذا جاء أحد لا يريد الزواج بها وإنما يريد أن يحللها للأول فقط، فهذا هو التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملعون، لأن هذا احتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإنما المطلوب أن يتزوجها غيره زواج رغبة، زواج رغبة بها، يريدها زوجة، لكن يطلقها بعد ذلك، يحصل شيء ويطلقها من غير قصد، تحل للأول في هذه الطريقة، تحل للأول، يعني هذه طريقة صحيحة. أما الزواج الاحتيال فهذا ملعون، المحلل الذي فعل هذا، والمحلل له وهو المطلق الذي علم رضي بهذا، أو ربما أنه اتفق هوية أو أعطاه مال. نعم، كلهم ملعونون، المحلل والمحلل له إذا علم بذلك، أما إذا لم يعلم. نعم. ولعن السارق، لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. نعم. رد على ظاهره انه تساهل، ياخذ الشيء اليسير ثم يجره الى الكثير، البيضة ما فيها قطع لكن تجره الى ان يتمادى في السرقة حتى تقطع يده. نعم. ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها، لعن الخمر، لعن كل من أعان عليها، لعن فيها عشرة والعياذ بالله، عشرة كلهم ملعونون في الخمر، هذا يدل على خبثها. نعم. ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها. نعم. وبائعها ومشتريها. نعم. وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. ولعن من غير منار، كلهم عشرة لعنهم الرسول في الخمر لأنهم تعاونوا عليها، اللي يصنعها واللي يبيعها واللي يأكل ثمنها واللي يحملها ويجيبها بسيارات أو بشاحنات ويروجها، والمحمولة إليها اللي يطلبها تجي لمه تحمل إليه، وعاصرها من الفواكه
ومعتصرها وهو الذي طلب أن تعصر له إلى آخره. نعم. ولعن من غير مناغ الأرض وهي أعلامها وحدودها. لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس، يجي ويقدم ويؤخر فيها. وقيل المراد بمنار الأرض أنصاب الحرم، أنصاب الحرم المكي التي جعلت عليه. وقيل المراد بمنار الأرض العلامات اللي على الطرق لهداية الناس، يجوا يغيرها لأجل يتيهون الناس. ومنها مثلا اللوحات اللي على الطرق اليوم، هذه من منار الأرض، يجي ويغيرها تصيبه اللعنة لأنه ضر بالناس. نعم. الأظهر العموم كلها المنار معناها العلامات، العلامات التي توضع في الأرض. نعم. ولعن من لعن والديه. نعم. ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح وكيف غربا. يلعن والديه، يمكن ما يلعنهم مباشرة، لكن يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. تسبب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل الملعون يلعن أبا اللاعن، يكون متسببا في لعن والده. نعم. ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام. نعم، اللي يجعل الهدف حيوان حي تعلم عليه الرماية، هذا تعذيب للحيوان. نعم. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. مخنثين من الرجال المتشبهين بالنساء، وليس معناه اللي يفعل الفاحشة هذا لوطي، ما قال مخنث، هذا لوطي. المخنث هو الذي تشبه بالنساء في مشيهن وفي كلامهن وفي ويزين نفسه ويصبغ نفسه مثل المرأة ويحلق لحيته يصير مثل المرأة، هذا متشبه. نعم. ولعن من ذبح لغير الله. نعم، لأن هذا شرك. نعم. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. أحدث حدثا يعني بدعة في الدين، أو آوى محدثا يعني حماه من أن يقام عليه الحد. إنسان عليه حد فآواه منع أنه يقام عليه الحد. نعم. ولعن المصورين. لعن المصورين عموما اللي يأخذون الصورة سواء رسموها أو نحتوها أو التقطوها، الحديث عام، اللي يقولون أن التصوير الفوتوغرافي أنه حلال، هؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول ما خص، لعن المصورين عموما بأي وسيلة، والتصوير هو إيجاد الصورة، تصوير إيجاد الصورة على شكل الحيوان بأي وسيلة عملها. نعم. ولعن من عمل عمل قوم لوط. هو اللواط. نعم. ولعن من سب أباه وأمه كما سبق. نعم. ولعن من كمها أعمى عن الطريق. من أظل أعمى عن الطريق. نعم. ولعن من أتى بهيمة يعني واقعها. نعم. ولعن من وسم دابة في وجهها. نعم، بالكي يعني يكوي الدابة مع وجهها ويقول أنا أريد الوسم. ما يجوز أنك تاسم الوجه، ما يجوز الوسم في الوجه ولا الضرب على الوجه. نعم. ولعن من ضار مسلما أو مكر به. من ضار مسلما أو مكر به، لأن المكر لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز المضارة بالمسلم. نعم. ولعن زوارات القبور. نعم، وهي النساء، لأن زيارة القبور خاصة بالرجال، وأما النساء فممنوعات من زيارة القبور، بل عليهن اللعنة. لعن زوارات القبور برواية زائرات القبور، لأن المرأة ضعيفة ولا تتحمل زيارة القبور وشوف الأموات وشوف، لا سيما إذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع وتسقط. نعم. ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك اللي يصلون عند القبور أو يبنون عليها، هذول اتخذوها مساجد أو أسرجوها ووضعوا عليها قناديل مثل ما يوضع على الأضرحة الآن من القناديل والأنوار، لأنهم سهلوا الشرك للناس ودعوا إليه بهذه الأمور. نعم.
ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. اي نعم، اللي يخبب الزوجة على زوجها، ولا وش تبين بفلان، فلان فقير وفلان كذا، حتى تعافى. المرأة ضعيفة، إذا قيل لها أدنى كلمة تأثرت، هذا ملعون. اللي يفسد ما بين الزوجين هذا ملعون. نعم. ولعن من أتى امرأة في دبرها. نعم، لأن هذا لواط. نعم. وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اي نعم، هذه الناشز التي تنشز بغير حق، تمنع حقوق زوجها، ملعونة. نعم. ولعن من انتسب إلى غير أبيه. إيه نعم، كذلك لو قال أنا ابن فلان وترك والده، أو أنا من القبيلة الفلانية وما هم منها، هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز للإنسان ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للعبد أن ينتسب إلى غير مواليه الذين اعتقوه. نعم. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. إيه نعم، لا يجوز الإشارة إلى المسلم بالسلاح وإن كان يمزح، لا يجوز له، لا يجوز له هذا، لأن هذا يروعه، وقد يكون فيه قتل. يلعب بالسلاح والسلاح فيه نار وتنطلق تقتله، أو السيف ينطلق منك ويضرب الشخص. نعم. ولعن من سب الصحابة. نعم، لأن الصحابة لهم حرمة ولهم حق، اللي يلعنهم أو يتهمهم بما برأهم الله منه هذا ملعون. نعم. حشد كفر صلى الله عليه وسلم، الكفر إذا كان يسبهم من أجل دينهم ومن أجل مقامهم في الإسلام يكفر، أما إذا سبهم من أجل أشخاصهم فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. نعم. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعن، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة. ومنهم المصورون، جاء في تفسير الآية أن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون. نعم. وكذلك اللي يؤذي الناس بغير حق. نعم. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. هذا في القرآن، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. من الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم. ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصر. فاللي يقول أن الكفار أحسن من المسلمين هذا يستحق اللعنة، لعنه الله عز وجل. نعم. وكثير ما يمدحون الكفار ويقولون أنهم أحسن من المسلمين. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا التشبه. نعم، تشبه أحد الجنسين بالآخر. نعم. ولعن الغاشية والمرتشي والغائش وهو الواسطة في الرشوة. الرشوة هي اللي تدفع إلى الحكام أو إلى الموظفين من أجل أن يقدموا الراشي على غيره أو يعطوه حق غيره. نعم. وهذا الراشي اللي يدفع الرشوة، والمرتشي اللي يقبلها. نعم. ولعن على أشياء أخرى غير هذه. نعم. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته. اللعن على المعصية يدل على أنها كبيرة، هذا من ضوابط الكبيرة، من ضوابط الكبيرة أن تتبع باللعنة. نعم. الرايش اللي يمشي بينهم. نعم. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا الحين ما فيه ناس ما يقولوا للناس عطونا رشوة، لكن يوكلون سمسار ويقولوا أنا أروح أتوسط لك ولكن تعطين كذا من المال، وهو متفق مع الموظف
على أنهم يتقاسمون هذا الرايش، هذا رايش ملعون، وهو الذي يسعى بينهما. نعم. فلو لم يكن أنا بحصل لك وظيفة، أنا بحصل لك نقل، أنا بس أعطني كذا وكذا عن تعبي، يسميه تعب، وهو متفق مع الظلمة على أنه إذا جاءهم وعطوه معه المال حصل مطلوب. نعم. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته، لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. نعم. فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.